أسعد الله أوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم في الحصاد اليومي، نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. نستهل الحصاد بالعناوين: سامسونج تكشف عن هاتفها الذكي الجديد، بورصة البيضاء تحتفل باليوم العالمي للمرأة، أطباء يناقشون أمراض الكلى عند الأطفال بالبيضاء بمناسبة اليوم العالمي لأمراض الكلى، إتلاف كميات مهمة من المخدرات بالبيضاء. البداية ستكون من مدينة الدار البيضاء، حيث كشفت رائدة الهواتف الذكية سامسونج رسميا مساء أمس الأربعاء الستارة عن هاتفها الجديد S7 LG S7 في ندوة صحفية عرفت خلالها بمميزات الهاتف وبوظائفه الجديدة. روبورتاج مروان بالفقير، كاميرا زكريا الصفراوي. لطالما انتظر عشاق التكنولوجيا والهواتف الذكية كشف الستار عن هاتفي الاسات والاسات ايج، حتى احتضنت مدينة الدار البيضاء مساء أمسنا الخميس ندوة صحافية فصل فيها مسؤول شركة سامسونج بالمغرب بحضور الرئيس المدير العام للمجموعة الكورية عن مميزات ووظائف الهاتفين الجديدين. عندنا جوج، عندنا الاسات والاسات ايج، دونك الاسات في ليكرون 5.1 بوص داكور، والاسات ايج هو لو تيليفون كي انكورفي، ولكن لاحظتوا بالنسبه لهم بجوج اون انكورفي حتى اللور داكور، اون انكورفي حتى اللور، وهذا اللور علاش؟ باش اون فوا كنقبطوه في اليد كنحسوا بان ايفيكتيفمون لو تيليفون ايلي بوز غيرمون لا مان، اي دونك ليرغونومي كنحسوا بها مزيان. دونك بالنسبه لهذا، بالنسبه لا ميموار سي 4 جيجا دو رام. Donc 4 gigas de RAM, on peut lancer les applications, on peut lancer les jeux, on peut lancer vraiment plusieurs choses. La mémoire, donc c'est 32 gigas, mais on peut ajouter une carte SD jusqu'à 200 gigas. Ou la batterie, donc on a la batterie 3000 mAh pour le S7 ou 3600 mAh pour le S7 Edge. Et vous allez voir la différence. منتوج السامسونج الجديد يتميز بكاميرا تحاكي جودتها الكاميرات الاحترافية وبقابلية احتواء شريحة تخزين تصل سعتها إلى 200 جيجا بايت، كما أن هاتف سامسونج الأخير يستطيع تجاوز 30 دقيقة تحت الماء بعمق متر ونصف، وتبليله واستعماله بالأيادي المبللة لا يؤثر فيه إطلاقا. الكاميرا بحال فيها جوج عينين اللي غادي تاخذ لي دو فوتو وغادي تولي داك لوطوفوكس كيكون تري تري رابيد، وهذا هو الاهم حاجه بالنسبه لنا في التليفون، هو ملي كتهز التليفون ديالك باش تصور، زي باش تصور ان باش تاخذ اون فوتو باش تاخذ واحد اللحظه، اما الا تعطل لك باش يدير لوطوفوكس ولا يتولي ليماجنيت راه يمكن انك ضيعتي داك اللحظه. دونك لا كاميرا هي اول حاجه، ثاني حاجه هي انه هو دابا ولا ريزيستون الو و على بوسيير، سيتادير انه واخا يدار في الماء واخا يطيحنا في الماء غير ما خصوش يفوت نص ساعه في واحد لا بروفوندور، واحد العمق ديال متر ونص. مي بون انه بحال دابا انه يدك فاسكين، انه في الحمام، انه طاح لك في شي قنت، يا اوكان بروبليم، هذا مزيانه. والحاجه الثالثه اللي زدنا، الاضافه الثالثه هي انه دابا درنا فيه لا كارت اس دي، لا كارت ميموار، دونك دابا كنا ايفيكتيفمون نزيدو لا كارت ميموار حتى ل 200 جيجا. مسؤول سامسونج يتفاءلون بتوقع رقم معاملات ضخم بهذا المنتوج المتميز لثقتهم المسبقة في جودته وتوافقها مع سعره. Et les prix, donc, pour le S7, c'est les prix qui sont le marché officiel. Donc, c'est 6990, 6990 pour le S7, ou 8490, 8490 TTC pour le S7 Edge. Prévision, inchallah, en fait, on est très confiant. Parce que ce produit-là, il est unique vraiment sur le marché. Quand je vous dis, il y a la concurrence, un téléphone qui est incurvé, fait de l'appareil photo, fait de les caractéristiques. Donc on est vraiment très confiant. Inch'Allah, on va faire le bien et qu'on aura Inch'Allah des résultats à la hausse. ووضعت رائدة الهواتف الذكية في العالم المستهلك المغربي في قلب سوق التكنولوجيا العالمية وفي قلب مستجداته، ووضعت 18 من مارس الجاري تاريخا للإطلاق الرسمي للإسات والإسات إيج بالمغرب، وذلك بعد أسبوع فقط من إطلاقهما بأوروبا وأمريكا. وبخصوص اليوم العالمي للمرأة، افتتحت بورصة الدار البيضاء هذا اليوم بإغلاق معاملتها على غرار 30 من البورصات العالمية التي انخرطت في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تثمينا لدور المرأة في مختلف المناصب العليا لا سيما في المقاولة الاقتصادية. روبورتاج مروان بالفقير، كاميرا ياسين عطار. على غرار أزيد من 30 بورصة عبر العالم، احتفلت بورصة الدار البيضاء صباح اليوم الثلاثاء بالمرأة في يومها العالمي تثمينا لدورها الملموس في مختلف المناصب لا سيما في المجال الاقتصادي الذي أبانت فيه المرأة المغربية عن قدرتها في مجاراة الرجل.
À la Bourse de Casablanca, nous croyons fermement au rôle de la femme et nous promouvons l'égalité des genres, puisque 50% de nos effectifs sont des femmes et un tiers des cadres et des cadres dirigeants sont des femmes. Donc à la Bourse, nous joignons l'acte à la parole et nous faisons en sorte que l'égalité des genres est respectée. Donc cette initiative aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'initiative des bourses à travers le monde pour la promotion de l'égalité des genres, qui est la Sustainable Stock Exchange Initiative, qui est parrainée par les Nations Unies et qui regroupe 34 bourses à travers le monde. بورصة الدار البيضاء أغلقت معاملاتها اليوم وفتحت بابا تعترف منه بالمرأة وبدورها، إذ أن 50% من العاملين ببورصة البيضاء نساء و 30% من الأطر والأطر المسيرة نساء، ما يفرض الاعتراف والامتنان ولو ليوم في السنة. Eh bien, pour cet événement, j'aimerais dire qu'il est très important que le secteur privé et le milieu de la finance, des marchés, des capitaux intègrent l'égalité de genre dans ses stratégies et plans d'action et process. Il est très important que l'égalité soit une réalité effective dans l'action au quotidien, dans le leadership des femmes au sein du milieu des affaires, mais aussi dans la levée de toute discrimination à leur égard, dans disons ce marché financier et du milieu des affaires. Donc le message à dire, c'est qu'aujourd'hui il y a un déficit de croissance et de développement parce que les femmes ne sont pas suffisamment incluses, et que le message à passer, c'est levons toutes les discriminations à leur égard et renforçons leur présence dans tous les domaines de la vie publique et sociale. وتوج يوم الاحتفاء بالمرأة ببورصة الدار البيضاء بنقاش مستفيض حول المرأة ونجاحها في تقلد المسؤوليات وفي ضرورة اشتراكها لرسم غد مشرق. وفي خبر آخر، عقد صباح اليوم الخميس لقاء تواصلي بمستشفى بنورش بالبيضاء بمناسبة اليوم العالمي لأمراض الكلية. أمراض الكلية عند الأطفال، كيفية العلاج والوقاية، بحضور مجموعة من الفعاليات الطبية. روبورتاج إيمان مديحي، كاميرا عبد الرحيم الخير. بمناسبة اليوم العالمي للكلى، نظم المستشفى الجامعي لابن رشد بالدار البيضاء صباح اليوم يوما تواصليا في التفاتة للأطفال المصابين بالكلى، بتشارك مع وزارة الصحة والجمعية المغربية للأطباء وجمعية طب الكلى للأطفال. كندير الدياليز، وهذا النهار هذا نهار زعما الناس خاصهم يعرفوا بأن هذا المرض هذا راه مرض مزمن ويساعدوا الناس اللي ما في حالهم، شو خاصهم يديروا تضامن بيناتهم، حيت كاينين شي ناس كيقولك ملي كيسمعك راك مريض كدير الدياليز ما كي بحال قلتي كيستهزؤوا بك. ولدي كيعاني من هذا الشيء، قصر كلوي، كيدير الدياليز، ودابا تنتسناو باش نزرعوا ليه انا واحد كيلي، والمصاريف كيطلبوا كثيره بزاف بالنسبه انه الانسان اللي ما عندوش مسكين زعما راه يعني حالة مزرية وصافي. أنا زارع الكلية وهادي 9 سنين وأنا زارعها، وكان ندير مراقبة من شهرين شهرين أو من شهر ونص. كنظن بالنسبة لمرض ديال الكلية ولا حتى كيوصل لواحد الدياليز، الواحد اللهم يكون كيدير تحاليل ويدير مراقبة بالنسبة مثلا الوالدين اللي عندهم شي طفل مريض، كيف ما كان النوع ديال المرض ولا قبل ما يمرض. بنتي كتعاني من جهه الكلاوي صفيا، من جهه هي الدواء كتعاني دابا 9 سنين وهي كتعاني. كنطلب من الله ومنهم يزرعوا لها شي كليه. الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للكلي هو زيادة الوعي لدى عامة الناس بمخاطر هذا المرض، وكذا التذكير بخطورته، إضافة إلى تشجيع الفحص الدوري والمنتظم والتأكيد على دور الجهات الصحية المحلية والوطنية في مكافحة أمراض الكلي، ناهيك عن التشجيع على التبرع بالأعضاء للمحافظة على حياة مرضى الفشل الكلوي. هذا النهار درناه للتحسيس بامراض الكلى عند الاطفال، حيث هاد الاطفال مساكن ما تنحاولنا نعطيهم نصائح
قبل باش ما يطيحوش مرض. وهاد النصائح خصوصا عاديه سهله من بين الحوايج هو انه غير الماكله دي تكون مقاده، الواحد ما ياكلش مالح، ما ياكلش سكر، يشرب الماء مزيان، يدير الرياضه، ما ياخذش الدواء هكاك غير جا وخد الدواء، خصوصا الدواء ديال الحريق، يشوف يمشي يشوف الطبيب الكلاوي الا كان مشكل ديال شي حد مريض في العائله في الكلاوي. اذا كاين مجموعه من النصائح وحاولنا هاد النصائح نطبقوها ونوريوها لبزاف ديال الطلبه في المدارس. كاين الاسباب ديال الامراض الكلي عند الاطفال، هما اولا التشوهات الخلقيه ديال الكلي ولا المسالك البوليه، وبعد منها كيجيو الامراض الوراثيه اللي هي اللي النسبه ديالها تقريبا 17% بالنسبه للحالات الجدد اللي كنشوفوا كل عام ديال الخلايا الوظيفيه ديال الكلي. ومن بعد منها عندنا امراض اللي هي الامراض التعفنيه والامراض الالتهابيه ديال الكلي، وكاين بطبيعه الحال الامراض اللي هي بحال التعفن في المسالك في البول اللي كيقدر يكون يا اما ناتج عن تشوه خلقي في المسالك البوليه، يا اما عن اضطراب في الوظيفه ديال ديال المسالك البوليه وخصوصا اللي كنسميوه النبوله، معناتها الخزان ديال. ويبقى الاهتمام بمرضى الكلي مبادرة محسوبة لوزارة الصحة في انتظار تعميمها على دور السنة وفي جميع ربوع المملكة وليس فقط في اليوم العالمي لمرضى الكلي. ونختم بالخبر الأمني، حيث قامت السلطات الأمنية صباح اليوم الخميس بإتلاف كمية مهمة من المخدرات تقدر قيمتها ب 18 مليون درهم، وذلك بدوار مجاطية تابع لإقليم مديونة. وتم إتلاف 762 كيلوغرام من مخدر الشيرة و79 كيلوغرام من مخدر المعجون و612 كيلوغرام من مخدر النفحة و165 كيلوغرام من مخدر الطابة و8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى 81 ألف قرص مهلوس. مينيكا سيتادير بانه ها هو حوالي 800 مليون ديال الدرهمات بمعدل 1000 درهم للغرام. المهم هذو الضابطه القضائيه ديال ولايه الدار البيضاء الكبرى اللي كتدخل، وهذه ديال مين كيجي، وهذو هما بهذا الخبر نأتي مشاهدينا لنهاية الحصاد اليومي، إلى اللقاء.